هذا الشهر بالذات عظمه الله سبحانه وتعالى لسر فيه. لماذا؟ لأن كل الأعمال ظاهرة، يعني عندما نصلي يرانا الناس، وعندما نحج يعرفنا الناس، وكثير من الناس يعني الناس يعيط لهم الحاج، يعني لو كان يعيط لهم الحاج يزعف. كثير من الناس سبحان الله لا يحلو لهم السوق إلا في رمضان، عام كامل ممكن ما تلقاش في السوق، لكن عندما يأتي رمضان تجده في كل فج عميق يبحث عن أمور في الحقيقة ليست ضرورية. ما تقدم من ذنبنا لا يحاسبنا الله عن الأعمار، يعني 90 سنة، 80 سنة، 70 سنة، 50، 40، قل ما شئت. يعني إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا، وإذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا، فبشري بعفو الله سبحانه وتعالى عن كل ما تقدم. هل الصائم الحقيقي يقابل السب بالسب، ويقابل الشتم بالشتم، ويقابل اللعن باللعن؟ حاشا لله. الصائم يقول اللهم إني صائم، ليس عجزا منه على الرد، قد يكون في استطاعته أن يرد الصاع صاعين. لابد علينا إن كنا عاقلين حقيقة ونعرف أننا نعيش هذه الحياة ثم نموت، كلنا سيموت، والموت أسرع وأقرب إلينا من شراك نعالنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يدري أحدنا هل سيكمل رمضان أم لا. أدعوكم أيها الإخوة الكرام إلى أن تتفقدوا أرحامكم، إلى أن تتفقدوا جيرانكم، إلى أن تتفقدوا الفقراء، إلى أن تطوفوا حول اليتامى والمساكين. كي الناس والله وحقيقة والله ما عندهم شيء يفطروا، يجب أن نتفقدهم عبر الجمعيات الخيرية. ويسعدني أن أكون معكم طيلة هذا الشهر في هذا البرنامج في أيام معدودات، لنتناصح ونتذاكر، وإن شاء الله يعني يكون لنا لقاء يومي في كل يوم نطرح فيه إن شاء الله يعني فائدة من الفوائد الرمضانية، وقفة مع رمضان المبارك. عسى إن شاء الله أن نخرج من هذا الشهر ونحن قد غفر الله لنا ورضى الله عنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والبركة.